صباح الخير عليكم. فقنا باش نمشيو نتريليو ونضربو واحد 10 كيلومتر ان شاء الله الرحمن الرحيم. البارح طيبنا الكرعين، طيبنا 2 جميلات ديال الكرعين، لكن المشكلة هو وفقنا دابا الصباح ما طابو البارح 3 ديال السوايع. شوفوا 2 جميلات ديال الكرعين الاخرى هي المهم نقول لكم قبل ما نجري بسمه ما صبرتش خصنا نضربو بعدا شي معلقة، باقي ما فاطرينش، ناري ناري مع داكشي معلك. الكرعين باللوبيا والحمص، بسم الله. شي طرف ديال الكرعين، السمك يا شباب. واليوم الحد اظن 19 واقيلا، خرجنا نجريو نضرب 10 كيلومتر لان هذيك النهار غلطنا في الطريق ومن فين كنضربو عاد 8 وحنا كنا كنقلبو على 10 كيلومتر والحمد لله. شوف سبحان الله العظيم السمنة فاتت غلطنا في الطريق وضربنا 10 كيلومتر وهذيك الطريق حسبنا عليها ودرناها اليوم كيف ما كتشوفوا. بغيت نقول لكم يا شباب ملي عندنا انا غنوريكم هنا عاوتاني لان العاصفة ديال البارح طيحات الشجر بزاف والاوراق والعروسه في الزرقاء وهنا لقينا واحد تمحلنا بزاف لان في الطريق كلها طيح فيها الشجر. شوفوا قدامي ها انتم ها هي الشجره هذه، حنا قربنا نساليو ما صورتش لكم كل شيء يا شباب لان مع الجري وكل شيء خصني نتريني شويه. شوفوا الشجره هذه كاع كلها طيحه هي حبسه الطريق ها انتم شوفوا ها انتم شوفوا الطريق ديالنا شوفوا الشجره ورا هذا الشيء هذا راه في الطريق كامله. Distance 9 kilometers. Pace 7 minutes 23 seconds per kilometer. بغيت نوريكم السمنه اللي فاتت ملي غلطنا دزنا بواحد البلاصه لقينا فيها الغزال، داك الغزال ديال الغابه دوك لي بيش لي سير لقينا جوج غادي تشوفوهم دابا غنوريهم لكم. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم يا شباب. حنا شنو كنجريو هنايا؟ شدنا هاد الغزالة هادي، هادي ما شدنا هاد الغزال، كفاتنا على عرقانين. هانتوما حتى هنايا الشجر طايح، شوف يا ساتر يا رب، اللهم لك الحمد. واحد ما خصوش يجري وتكون عاصفة ويجري في الغابة. الشجر راه صحيح راه ماشي غير شي وطاح. هانتوما العروسة عاوتاني شتو ابدا سبقاتني كاع وقفت كنصور. والمهم شباب نخليكم تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم هانتوما شباب. دي حسن الرياضة عندي، الحيوان المفضل عندي تبارك الله. يا شباب وصلنا النهاية الحمد لله، باقي لي واحد 200 متر فين ما كنوصل هنايا خصني نضربها سبرينت. بسم الله. المهم ورك سي عبد الطيف ورك اللي على بالك. تهلاو في راسكم. السلام عليكم. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله الحمد لله. ابغى شوف شوف الحجر هنا، شوف الحجر هنا يا شباب. الحمد لله.